كتقهر، ما حيلتي الخدمه ما حيلتي للدار. كان الدار كنلقى فيها هذاك الراجل كيف العدو، ما يعاونك ما يعطيك الثقه. وهذيك بنت الباترون شدات معايا واحد السكيره البنات، واحد السكير تقولي ضرتي، تقولي ضرتي انا ما درت لها حتى شي حاجه. الميلاد ديالي انا رجعت معكم في تتمه القصه ديالنا، عارفاكم متحمسين وباغي نتعرفوا هذه الخطه الجهنميه اللي دارت هذا السيد للراجل وبنت الباترون. الا بغيتوا تعرفوا شنو وقع ضروري ما تصنتوا الجزء الثاني من القصه ديالنا، اللي مازال ما سمعش الجزء الاول ضروري تمشيو تسمعوا الرابط ديالو غتلقاه في اول تعليق. وبالنسبه للبنات اللي سمعوا الجزء الاول كنقول لكم مرحبا بكم في الجزء الثاني، ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا فيه مباشره. كانوا شي اغلاط ولكن ماشي شي حاجه اللي لديك الدرجه. المهم سيده شاده معايا الزكار، ما حاملاش فيا الشعره. قلت انا جلست مع راسي وقلت اجي لهنايا، دابا هذا باغيني نجلس من الخدمه وهي باغا تجلسني من الخدمه، علاش ما ناخذش فتره طاقه. وفعلا كنت عييت، لقيت راسي كنجري كيف الكلبه، ما مستافد حتى شي حاجه، هما اللي مستافدين خاصه الراجل. الراجل كنعاونو في المصروف ونشقى عليه وهو جالس كيف الامير، وفوق من هادشي المعيار والسبان. وانا فاش كنجي نهضر كنسمع انا اللي ما مزياناش وكلشي كيقول لي جلسي 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 جلسي. قلت لك هذه فرصه، هذه فرصه ومناسبه نجلس في حالاتي ولكن ما نجيش ونجلس، يعني ها هي كاينه فرصه ديال ان هاد خيتي تقدر تجري عليا وناخذ حسابي. المهم هي هذيك في الخدمه وليت شاده معها السكر، شاده معها السكر ولكن ما كنخليش بلاصتي موسخه ولا نحط لها شي دوسي اللي تقدر مثلا تشدو عليا وتقول ليها عندي عندي مثلا شي غلط غاف ونصدق خارجه من المولد بلا حمص. لا، كنت هي كنشد معها السكر، كتقول لي ديري الحاجه ما كنديرهاش، كتقول لي مثلا هذه الحاجه بغيتها اليوم كنديرها حتى الغدا. الزكير فيها بس الزكير فيها، يجي باها كيقول لي الدوسي كنجبدو ليه من التحت، يرا الله جات عندي كنقول لها ما كاينش، يجي باها نجبدو ليه ونعطيه ليه. المهم بقينا 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 حتى النهار اللي قالت لباها هي انايا هاد خيتي في هاد البيرو، قالت لي ما تبقاش معايا. المهم جا عندي باها قال لي مالك مع بنتي، قلت له اش غادي نقول لك، هي اللي ما باغانيش وهادي، وبديت كنبكي. قال لي شوفي يا بنيتي، قال لي انا ما عرفتش، انا ما قادش على المشاكل، صافي انا غادي نتفاهم معاك ونعطيك حسابك والله يعاون العاونات. قلت له اش غادي نقول لك، وبديت كنبكي. قلت له لا، وانا راه باغا نخرج. قلت له لا وانايا وهادي، قال لي شوفي انا غنعطيك حسابك ونزيدك عليه وما تخافيش، ولكن انا راه عييت من المشاكل وانا راه بزز باش خدمات معايا، ماما بزز باش خدمات معايا وهي اللي غتشد هادشي، حيت هو كان عند كانت عنده غير هذيك البنت وكانوا عنده شي ولاد ولكن ما كاينينش في المغرب. صافي من الاخر عرفت انه باغي يجري عليا، قلت له اوكي ماشي مشكل. تفهمت انا وياه، خديت التعويض اللي بغيت. ومن موراها كنت قلت لهم بسلامه، عيطت لخويا عيطت لخوتي كاملين، قلت لهم شوفوا انا جلست من الخدمه فلان ما يسقش ليا الاخبار. قالوا لي علاش، اش من تحرميات عاوتاني باغا ديري؟ قلت لهم انا قلت لكم غير سكتوا، انا عارفه شنو كندير. فداك الوقت كنت موجده الراجل، كنت هذيك المده كامله اللي كانوا عندي فيها المشاكل وكنت قررت نخرج من الخدمه، كنت ما بقيتش داك، انا كنت كنطيب العشاء ما بقيتش كنطيب، وكنجي كنقولوا انا كنتلاح كيدوي معايا كنقولوا انا كنصرف على الدار، انا عييت خاصك تنوض تعاون معايا، انا هادشي ما مسلكنيش. وهو كيقول لي هذيك هي اللي ما عمرها ما تكون ليك، مالا انا خدام عند باك، كنقول له مالا انا خدامه عند امك، فحال فحال انا وياك خدامين بجوج، كنتي ما باغينيش نخدم نجلس انا مها من هاد الخدمه ونهني راسي، ولكن انت واش قاعد بيا؟ كيقول لي انا قاعد بيك، كنقول انا عارفك ما قعدتش. المهم بقينا هاد الهضره ولغيت لغيت حتى النهار اللي قلت لكم خرجت. النهار اللي خرجت البنات في هذيك السيمانه اللي انا كنوجد فيها البلان، كنت كنوض مع الصباح كنهز بنتي كان شيئا لم يكن، وكنمشي عند امي كنحط البنت وكنضربها بنعسه حتى كيوصل السبعة ست العشيه، كنهز راسي كنمشي للدار كندخل كنحط البنت كنبقى ندور في ديك الدار ونقور نقور وانا عييت وانا هادي وانا هادي وحوايج وما كنصبرهمش ليه. كندير ليه شي تخربيقه العشاء وبعد المرات كندير ليه الخبز واتاي، كنقول له هادشي اللي قسم الله. سيد طلع لي الدم، انا كنت بغيت نوصل لهذيك النقطه اللي فيضت الكاس، سيد طلع لي دم البنات. حتى لواحد النهار جاي يهضر معايا بديت كنغوت، هو كيغوت وانا كنغوت، هو كيغوت وانا كنغوت. في واحد اللحظه غادي نقلب الطبله غنهز التليفون وغنعيط لخويا وغنقولو دابا تكون عندي في الدار. خويا كيف سمعني جا كيجري، جا كيجري شنو كاين وشنو كاين، بديت كنغوت كنغوت بربي اللي خلقني، وكنقول ليه هاد الراجل قهرني، واش انايا هادي واش انايا هادي. هو يقول لي راجلي قيدي باش شنو بغيتي؟ قلت له انا نقول لك جوج كلمات، ها هو خويا كاين حيت عيطت على عائلته، قلت له ها هو خويا كاين، ها هو فلان كاين، ها
هو فلان كاين ياك سيدي، انا ماشي مرا ديال ماشي مرا ديال الدار، وانت باغي مرا ديال الدار وما باغيش الخدمه. انا هاد الخدمه غدا ما غنمشيش ليها، انا جالسه هنا ولكن قدام هاد الناس غتعطيني قدا وقدا في الشهر مصروف ديالي الشخصي، ما كنتش شي ثمن طالع. قلت له مثلا بحال نقولوا 300 ولا 400 درهم الحمام والمسائل ديالي، قلت له انت اللي تصرف، ها انا جالسه، نهار اللي تخصني شي حاجه ها هما الناس غادي يشهدوا فيك. قال لي صافي. قلت له انا العيب والعار عليا الا ما الا الا جيتي ولقيتي الماكله ما موجوداش، ولا ولكن باش نصرف معاك في الدار ونخدم في الزنقه راه ما يمكن لياش. المهم سيدي دير فيها رجوله وقال لي صافي واخا ماشي مشكل الدنيا هانيه. انا شنو قلت؟ خديت التعويض ديالي، ها انا غنجلس دابا في حالتي نرتاح، اصلا انا خصني نجلس خصني نجلس، انا اصلا ما خداماش. وفي نفس الوقت هو لا قد هو هذاك، انا نيت نتسنت الاعدامي ما قدش، من بعد ما كيقدرش يهضر معايا وما غنقدروش نرجعوا لنفس الموال اللي غتقول لي تفرقي معاه، كنت كنبغيه والله البنات. المهم هادشي اللي كاين، ما علينا صافي. تفرتك المجمع، كلشي مشى في حالاته. انا يا الغد لي مع الصباح لبست حوايجي، قلت له راه حقا غنمشي نحط السقاله، مشيت ضربت تقريبا شي 15 يوم كنمشي وكنجي، كنقول لي احقا محقا راه قال لي ضروري ما تجلسي معايا حتى تجي شي وحده اللي تعوضني. قال لي واخا، والواحد هو اللي كذب الكذبه ويقاد ليها الدروج. المهم هادشي اللي درت صافي. هاديك سالات 15 يوم من موراها، قلت له صافي راني جلست في الدار. صافي السيد طار بالفرحه، وحتى انا كنت لاله مولاتي ماشي جلست في الدار وبقات منونخه. كنت البنات كنوض بكري، كنوض كنوجد لي الفطور ديالو، كنقاد لي حويجاتو، كلشي كنصيفطو للخدمه نشاط. المهم مشى كيمشي السيد الخدمه، انا يا كنوض كنجمع الدار كنطيب الغدا كنوجدو كنصيبو، كنمشي الناس يعني ماشي كنسبق الناس، كنسبق الشقه حتى كنطفي على الكوكوت ديالي ولا داكشي اللي درت بالشليضات بالخبز ديال الدار بكلشي، عاد كنضربها بنعسه عالميه. المهم كنعس حتى كيقرب يجي، كنضربها بتدويجه كنماكي، كيدخل كنسمق لي هذيك الطبله عرفتي الا شتيها تحل تفهي فيها. السيد عجبو الحال، ياكل ويزرد وانا يا عاطيه غير الصريف الصريف صريف 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 صريف. شنو نقول لكم؟ الخضره كيجيب لي ديال السيمانه كنقاديها لي في 4 ايام بالشلايض، وهادي هادي احقد كتوكه، هادي احقد دنجال معسل، هادي احقد دنجال زعلوك، هذا ما نعرف شنو هو، هادي هادي هذا فولات مشحرين، هادو فولات مزعطرين. المهم راكم عارفين المراه فاش كتبغي تحداك. وفي العشيه كان فاش كنسالي داكشي نخلط هكا كي كنديرها في الفران، نصيب هكا بسمنيات معمرين، ندير شهيوات بريوات كل مره وشنو كندير. والعشاء عاوتاني كندير له ديك العشيوه هكا خفيفه هكا لاستاك لعيبات، وانا ما كان غير جيب جيب، وهو حيت ما كانش راضي ما يقدرش يقول لي لا ما قادش ما هاتي، كنقول له الو جيب ليا بغيت اليوم ندير لك شهيوه، جيب معاك الكفته، جيب معاك احقى الصوصيط ديال هادي، جيب معاك هادي. المهم السيد غير كيجيب وانا كنحطو كنقاد الدار كتشقشق بالنقه. دوزنا يا البنات الشهر الاول، السيد وصلت بيه العظم وما بغاش يبين، وليت كنقول له جيب الحاجه، كيقول لي احقا والواد لا وما فيا ما يتعشى وبركه غير الغدا والكسكروط. وليت كنحط له الطبله كيقول لي شوفي ما ديريش شلايض بزاف، ديري غير شلايضه ولا جوج. كنحط له داكشي الكيكات وهذا، كيقول لي ما بقاش عنده مسكين مع الكيكه، كان ديما المعيار والسبان على الكيكه والمسمن وداكشي، كيقول لي ما بقاش عندي مع الكيكه. حيت انا وليت كنقول له عطي واحد جوج جيب لي 5 لتر الزيت، كيقول لي فين مشات؟ كنقول له هو المسمن واحقا الكيكه واحقا هادي واحقا هادي. المهم السيد بدا كيتقهر، وانا في الراس ديال الشهر كنقول له مد ليا فلوسي، اعطيني الفلوس ديال الحمام ديالي والمصاريف. المهم السيد كيمد لي دوك الفلوس، الشهر كيكملوا غير بالستارتير، وفي الاخر ديال الشهر كان كيتسلف غير انا ما كنت سايقه الاخبار. حتى الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، السيد وصلت به العظم لدرجه انه ولا كيجلس في الدار وكيطفي التليفون لان الناس اللي مسلفينو الفلوس كانوا كيعيطوا ليه. المهم انا ما تسوقتش ليه، جالسه ومسنطة العظامي وما كاين غير الصريف 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 حتى النهار اللي هو بدا كيتشكى. وليت مثلا كنقول ليه جيب لي الحاجه، كيقول لي ما عنديش، احقى تكيسي احقى بشويه طفي الضو تكيسي على الماء ما نعرف ما ديريش هادي. كنقول له باغا نتكسى، كيقول لي ما عنديش، احقى عطيني الفلوس الحمام ما عنديش، احقى هادي ما عنديش. وانا نوض ليها البنات، قلت له اجي لهنايا، قلت له شوف فحال ما بقيتش قاعد. قال لي انا غارق كريديات وانا هادشي بزاف عليا وانا المصاريف، مع ان المصاريف. قلت له انا ما سوقيش، كنت راجل ياك كاع داكشي اللي طلبتي مني درتو، شنو بغيتي مثلا؟ كلشي اللي بغيتي كنطيب كنجفف كنصيق، كتجي كتلقاني لابسه مقاده ضاحكه البنت ناعسه، شنو بغيتي؟
قال لي المطلوب مني درتو، انت داكشي اللي مطلوب منك خاصك ديرو. قال لي لا انت ما كتكايسيش. قلت له ولد الناس حنا هكا عايشين، ماشي كنا عايشين قل ولا شي حاجه، وانا ما يمكنليش ننزل النيفو، انت اللي خاصك تقد بيا. ياك انت قلتي قد بيا ونوضتي لي الضجيج وخليتي حياتك حلا زحله والعائله كامله شوهتيني معاها، فيما كنكونوا جالسين مع شي واحد كتقول له احقا مرتي ما كتعرفش تعجن. دابا واش انا اللي ما كنعرفش نعجن ولا ما عنديش الوقت ولا شنو؟ المهم السيد زيرته خليته مسكين تعرف ما عارف شنو يدير وما باغيش يتعرف. بدا كيقول لي لا وانا قاد. قلت له انا ما قلت لك حتى شي حاجه، انا عطيني هذاك الشيء ديالي ودبر راسك. من الغد ليه قلت له احقا والواد العيد قرب، خاصني جلابه وخاصني قميص، انا ما يمكنليش نمشي لداركم ونلبس البيجامه. قلت له كيف ما مولفه دائما كنعيد بالقميص وكنعيد بالجلابه، خاصني جلابه وخاصني قميص. هو ما رضاش يقول لي ما عنديش. قال لي بلاتي عليا سيمانه، هذا السيمانه وقفت عليه كيف مسمر. شحال؟ قلت له الفلوس. قال لي شحال؟ قلت له راك عارف واحد 1000 ولا 1200. قال لي ويلي على 1200 ما ويلي. قلت له كيفاش ويلي على بشحال تو بشحال الخياطه؟ قلت له عرفتي ما دير، خيطهم لي انت وجيبهم لي، انت عارفي شنو كنلبس، وخاصني صباط ما عندي ما نلبس في رجليا، وخاصني بيجامه. مهم بقيت كنقنطر عليه، بدا كيغوت عليا واحقا والواد وانا ما عنديش وانت باغا تطلعي ليا فراسي وانت. قلت له شوف انا ماشي كنطلب منك المستحيل، العيد هذا ضروري ما خصكش تشري ليا جلابه، او بغيتي نعيد بالجلابه فين عمرني عيت انا بلا جلابه، فين عمر شي وحده مزوجه عيدت بلا جلابه. قلت له اسمح ليا هذا هو الواقع. السيد تلف ما عارف ما يدير، بدا كيقول لي لا وغير صبري عليا ما غير صبري عليا. قلت له ما عندك نصبر عليك، العيد هذا وضروري ما خصك انا ندفع الجلابه حيت الخياط واحد شويه ما غيبقاش يشد من عند الناس. المهم السيد ما عجبوش الحال، بدا كيغوت من هنا كيغوت من هنا. راه كنكون بخ كنهضر معاه ولابسه ومقاده والدار ديالي كتشعل بنقه، ما خليش له فين يهضر، ما خليش له فين يدوي. فدوك الايامات عاد ما جاوني العريض واحد جوج نعيط عليه ونقول له يدوز من مورايا ونمشيو عند ماما ندي ليها الكيكه وندي ليها المسمى وندي ليها الحرشه، ديك اللعبه ديال شوفي ها انا فاش جلست في الدار شوفي شويه كنخرج من يديا، وفاش كتجي عندي للدار كتلقى الدار مقاده مصيبه مطيبه موجده. المهم خليتهم يسدوا فمهم، يعرفوا ان المشكل اللي كان هو المشكل ديال الوقت. الحصول وما فيه بقينا جارين هكاك. السيد ما في الاول ما بغاش يعطيني الفلوس، شويه كنعطاني 400 درهم. قال لي قضي بها. قلت له شنو نقضي بها؟ انا ما شاري حتى شي حاجه، وفعلا هذاك 400 درهم كنت خسرتها في الخاويات، ما شريت بها حتى شي حاجه. كنقرب العيد نوت مع الصداع، قلت له والو نون انا خاصني الفلوس. قال لي عطيتك 400 درهم زدك عليها، قلت له 400 درهم خسرتها في الحمام وعندي 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 وعندي، انا دابا خاصني باش نعيد. قال لي لا وما عنديش كيفاش وما عنديش كيفاش. قلت له قلب كيفاش دير. قلت له النهار اللي كنت خدامه انت اللي ما خليتينيش وقلتي لي قدويه، دابا ولد الناس ما كنتيش قدويه قولها ليا، صافي كل واحد يشد الطريق بلا ما نبقاو مطولين في هذا الشيء. قال لي لا ماشي هكاك. والسيد مرضاش حيت هو كان كيتقابح وكان كيقول لي لا انا قاد، وانا كنت عارفه الصالير ديالو، يعني انا وياه بجوج بينا خدامين ويلاه يلاه مكافئين. انا كنت هزه راسي وهزه معاه الدار، وهو حتى هو كنهز الدار ومازال كيدور مع مو، راكم عارفين الولد فاش كيكون خدام راه ضروري كل واحد كينتف منه شويه. المهم ما علينا، انا في هذا الوقت اللي كنعاود لكم فاش عرفت السيد طاب وصيت خويا قلت له دبر ليا في الخدمه. خويا قال لي لا اختي انا ما ندخلش معاك. قلت له شوف الله يرحم باك، قلت له الراجل راه هو اللي غيقول لك خليها تخدم. قلت له انت عاد دبر ليا ما تدوي ما تتكلم. قال لي واش غنقول لك انا غنلوح الهضره ويكون خير. صافي هي هذيك، حتى انا بدوري كنت هزيت السيفي وفرقته غير في الانترنت، ولكن ضربه طم ما كندوي ما كنتكلم ما كنقول له لا حقا والواد راه لاقيه خدمه ما كنقول له حتى شي حاجه. صافي هي هذيك. جا العيد، العيد دوزتو في دارهم ماشي بجلابه قديمه. مشيت لدارنا، كيف دخلت لقيت خويا خوتي جالسين وهو بديت كان بكي. والراجل شافني تخلع قال لي مالكي قدام خوتي بديت كنغوت. قلت لهم دابا انا وعيالات الواسي كاملين جايين لابسين جلابات جداد وانا ماشي بجلابتي القديمه، وبداو يضحكوا عليا وفلانه قبيله كتهضر وما نعرف شنو دارت وفين غادي وفين جايه وانا ما عنديش. على النهار الاول قلت لي ما نجلسش من الخدمه، وانا اللي كنت خدامه خدمه ألف وحده يتمناها. خوتي شافوا فيا بحال كيتفرجوا في شي فيلم، كنبان لهم كنبكي وهما عارفين لافير وعارفين اني ماشي زعما بسبب وخرجت من الخدمه. المهم القوم يقولوا شنو يخرجوا لي على حياتي،
بقاو كيشوفوا فيا وكيتمنظروا في هذاك الفيلم. السيد كيقول لي لا ونتيا وعطيتك انا الفلوس شحال عطيتيني 400 درهم شهرين ما عطيتيني حتى شي درهم، وانا وليت كنقول لك جاب غير المصروف ديال الدار ما بقيتيش قاد عليه، نقول لك جيب لي كيلو الكفته تجيب لي رابعه، نقول لك جيب لي ستيك تقول لي ما كتاكلوش. اويلي ولينا كندخلوا المارجان البنات وما كايناش شي حاجه اللي كنحط على يدي كيقول لي كلشي ما كياكلوش، كنحط مثلا يدي على الطون كيقول لي ما كياكلوش، نحط يدي على داك المايس ما كياكلوش، الروز ما كياكلوش، لي بات ما كياكلهمش، ما كياكل حتى حاجه. كنقول لي باش بغيتي نعيشو، وهذا الشيء كامل اللي كنقول لكم فاش كنوصلوا للدار كلشي كياكلو وهو في المرجان ما كياكلوش باش ما يخلصش. المهم نكدتها ليه في داك العيد، نكدتو ليه ديال بصح حتى ولا كيقول لي صافي وهادي ما انا كتمزير المصاريف. المهم السيد قالوا عك عك عباد الله راني تقهرت، ايوا على انا حنيت فيه. والو البنات مشيت للدار عاوتاني نفس القضيه، صرف 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 صرف، كتجي 15 في الصباح كنقاد التقضيه، كنقولو جيب التقضيه، كيمشي يتسلف يتسلف يجيب التقضيه، عاوتاني ندور ها ها ما بقاش التقضيه، احقا خاصني هادي، احقا راني الدرس خصني نمشي نصيبها، احقا ما نعرف البنت خاصها الجلبه، احقا ما نعرف خصني نمشي نزرر فلانه، انا غاديه هنايا انا دايره هنايا. المهم السيد كشطو ديال بصح، ما جا فين يقرب العيد الكبير حتى ولا كيقول لي عك عك عباد الله، وانا قبل ما يقرب العيد الكبير قلت له انا باغي نحاولي كيف ما كنعيدو به دائما، قال لي انا ما عنديش، قال لي انا ناخذ غير شي حويلي على قد الحال، قلت له لا وانت معيد لخوتك وخواتاتك وكلهم مجموعين، انا ما يكونش الحولي ديالي هو الصغير، نكون في حالي بحالهم، ما نبغيش شي حولي كبير ولكن نكون في حالي بحالهم على الاقل. المهم السيد هز لي الهم، كنسمعو في التليفون كيدوي مع صحابو كيقول لهم سلفوني احقا ما عنديش، احقا هادي احقا هادي قرب العيد، قلت له انا ديك العيد ما شريتش الجلابه ما يمكنش حتى هاد العيد ما نشريهاش، قال لي واش العيد ديال الحولي ونشرو فيه حنا جلالب، قلت له هادشي نقسم الله، قلت له او انا ديك العيد ما نشريش وهاد العيد ما نشريش، ما عندي لا بيجامه نلبس قدام الناس، ما عندي لا قفطان نبرز به، ما عندي لا جلابه نحضر بها. اويلي اش من الزواج هذا، داكشي اللي كان كيقول لي اش من الزواج هذا واش من الروينه، رديتها ليها البنات. المهم رديت لي هذوك الايامات ديال العيد كحلين سحلين، الناس كاملين اللي كان كيعرف تسلف من عندهم والعيد وبنادم كامل مزيب، راكم عارفين الواحد فاش كيكون مضاف غير كيكون مزير الله يحسن العوان، وانا غتعب من دقير وحق ما عنديش وحق خصني نشري العطريه وخصني نشري البانيوات وخصني نشري الطواجن وخصني الحولي وخصني ما نعرف القنبه وخصني وخصني والجلابه يا البنات والبيجامه وصندالة الميكا وخصني نكسي بنتي. المهم قهرت السيد ما كانش عنده، بقى كيدرب ليني حتى بقات العيد سيمانه، هو تسمع الصداع وقلت له انت ما قادش على الزواج وانت هادشي ما مسلكنيش، واللي زاد كحل القضيه هي الوقت اللي قال لي حتى من العيد ما قادش يشريح. ايوا انا نوض ليه نوضت وكندير يديا في ودنيا وكنقول عك عك عباد الله انا باغا نتفارق، صافي انا هادشي ما بقاش مسلكني، عيطت لبنات الخوتي وعيطت للناس اللي كانوا حاضرين النهار ديال النهار اللي كنجمعهم وقال لهم احقا والواد راه فلانه انا ما بغيتهاش تخدم انا قاعد، جمعتهم وبديت كنبكي وقلت لهم صافي انا ما يمكنليش نكمل، انا عييت ما صبر انا فهمتي هادشي تقهرت منه، انا مولفه واحد العيشه واللي بغيتها كنلقاها، دابا انايا العيد اللي فات ما تكسيتش هاد العيد ما غنتكساش فيه، الحولي السيد هو الاخر ما قادش يشريه، بنتو ما كاسيهاش، قلت لهم نوضوا قلبوا الثلاجه ما فيها ما يتكال، بقيت كنشكي عليهم تما. نهار السيد قال لي العيد باقي لي سيمانه، انا الحولي معول نشريه ولكن هاد العيد ماشي ديال الحوايج. المهم ضربنا وتغاوتنا، وصلت لهم ان هذاك الشيء اللي كنا اتفقنا عليه النهار الاول اللي جلسني من الخدمه ما بقاش، صافي دازت هذيك السيمانه فعلا السيد تكلف وتسلف ومشى شرا لي الحولي، دوزنا العيد من مورا العيد نفس الحاجه، انا يوم كان غير صرف 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 والسيد كيتسلف كيتسلف، قهرت ويا البنات ديال بصح، بقينا جارين حتى النهار اللي غادي يعيطوا عليا في واحد الخدمه، عيطوا عليا بلا خبارو مشيت دوزت لونتروتيان كنت نجحت فيه الامور كامله دازت مزيان، داروا معايا باش نخدم، قلت لهم امتى نبدا وقالوا لي بدا الا بغيتي من غدا، قلت لهم لا تعطوني 15 يوم نقد اموري وانا معاكم، قالوا لي اللهم يسر. صافي هي هذيك انا فاش جيت للدار كنت دايره بين عينيا حاجه وحده، يفات 15 يوم خصني نكرهو في حياته حتى يقول لي الا بغيتي تخدمي سيري خدمي، وليت البنات كل نهار كنبقى نقر احقا انا ما عندي ملبس، انا كنت خدامه وكنت مشاني ومرشاني كنت كنلقى فلوسي في بسطامي، دابا وليت باغا الا بغيت نمشي للحمام خصني نطلب منك 10 دراهم، وليت هاد الهضره كنصبحو بها ونعشي بها نصبحو بها ونعشي بها حتى النهار اللي تفرقع وضربت انا وياه.
طارت انا وياه هو يقول لي انت اللي كدوي على الخدمه على زين الدبلومات اللي عندك. قلت له الحمد لله ما عنديش الدبلومات ولكن عندي ليكسبيريونس، ومن غدا الا بغيت نخدم خويا دبر لي في احسن خدمه فيك يا المغرب. كيتك انت جلستيني من الخدمه وقلتي قاعد؟ اشنو اللي قاعد؟ ها انت ما كاين لا دقيق ما كاين حتى شي حاجه، الدار خاويه، ديما كتشكى، ديما ما عندكش، ديما هادي هاد العام سافرنا ما سافرنا، ما خرجنا ما كلينا في الزنقه، ما لبست ما تكسيت، اشنو درتي ليا؟ المهم بقيت انا وياه كنزيدو في الهضره حتى نوضناها صباط، نوضناها البنات صباط. نت انا جمعت شطيتي قلت له شوف انا هادشي ما بقاش مناسبني، سير ولد الناس حتى تقد على راسك وجي مرحبا بيك. هزيت راسي البنات ومشيت لدارنا ونوضت الريكاطه وعائلته ساقوا الخبار وجاو مجموعين، وبديت كنبكي وقلت لهم انا وما بغاش نخرب ظهري على ود بنتي، ولكن انا تقهرت والمصاريف كثيره وانتم راكم عارفين وحنا كارين. حيت هو بعدا فاش جلس كان باغي يبدل ليا الكره، وقلت له لا انا ما نبدلش الدار، الدار في بلاصه مزيانه ما يمكنلاش نمشيو دار تكون محرسكه ولا ما بغيتش. قلت له هو باغي يبدل ليا الدار وهو وعدني انه زعما داكشي اللي كنت عايشه فيه غيخليه ليا وانا تنازلت، ولكن ها هو قدامكم انا وليت كنطلب منه ابسط الاشياء ما كيجيبهمش ليا، ولا كيتحسب معايا على لي كوش ديال البنيه، ولا كيقول لي احقه والواد كتخسر لي كوش بزاف والحليب ديال البنت، ولا كيقول لي اللحقه وكليها، واش البنت باقا صغيره راه خصها تاكل وخصها تشرب الحليب، راه ما يمكنش تاكل بوحدو، راه مازال خاصها الفيتامينات وهذه. من هنا المهم درت له النهار قدام عائلته قدام عائلتي وقلت لهم انا عندي شرط واحد وهو نخدم، بغا هو هذاك ما بغا صافي بسلامه، انا درت لي خاطر وجلست، ولكن دابا ما بقاش يمكن ليا سيد تزير ما عرف باش تبلا. المهم هما كانوا مشاو، انا من موراها بديت الخدمه، بديت الخدمه البنات، السيد بدا كيجي احق انا كنبغيك ما كنبغيك. قلت له شوف اذا كنتي كتبغيني انا بديت الخدمه. قال لي لقيتيها؟ قلت له لقيتها، علاش ما نلقاهاش؟ انا الحمد لله بالدبلوم ديالي بلاكسبيريونس ديالي علاش لي ما نلقاش الخدمه؟ قال لي واش غادي نقول لك انا كنبغيك ولكن هانتي كتشوفي انايا وهذيك. قلت له شوف انا راه ما بقاش مناسب ليا انني نخدم في الزنقه ونخدم في الدار، خاصنا نتعاونوا ولد الناس، انا تقهرت انا كنت واكله في صحتي وجالسه. قال لي كيفاش؟ قلت له كيف ما سمعتي، بغيتي نرجعوا ما عنديش المشكل، ولكن يديا بيديك على الاقل نتقاسموا، يا انت تكلف بالبنت يا انا نتكلف بها، المهم واحد يتكلف بالبنت واحد يتكلف بالدار. قال لي لا ما لا. قلت له شوف انا هذا الشيء اللي عطا الله، بغيتي نرجعوا بسم الله، ما بغيتي نرجعوا الجوج اللي لقاونا يفارقونا. المهم سيد مشى فكر شحال دوا مع خوتي قالوا لي ما قالت لك غير المعقول، على مالها هي شنو قالت لك؟ خوتي جاوا عندي وقالوا لي شتيه، قالوا لي عمرنا ما نثقوا بك واخا تجي ما عرفاش شنو تقولي لنا، قالك زعما حنا غير تابعينك في بالك لان ما بغيناش نشتو هاد الاسره، اما هادشي اللي كديري في هاد ولد الناس راه حرام. انا ما تسوقتش ليهم البنات صافي، هاديك بقيت جرا فين جرجرت وجيت تقريبا لواحد 3 شهور كيطلع وكينزل حتى النهار اللي قال لي شوفي انا باغي نرجع ليك، انا كنبغيك وما بغيتش نفرط فيك وما بغيتش نفرط في بنتي نتعاونوا. قلت له بسم الله. من تما يا البنات الى هاد الساعه اللي كندوي معاكم فيها وليت البنات كنوض انا وياه في نفس الوقت، هو كيهز البنت وكيديها لعند امي، انا كنشد الطوبيس وكنمشي للخدمه، كنخدم البنات كنسالي الخدمه كنجي وهو كيجيب البنت، كندير انا وياه يديا بيديه في الشقة يديا في يديه، هو يهز البنت وانا نشقى، ولا مثلا الا كانت البنت ناقصه ولا كتلعب ولا شي حاجه هو يدير حويجه وانا ندير حويجه، نعطيه ينقي ليا خضيره يجمع ليا على الاقل ما بقاش كينقر عليا. الحمد لله اليوم خدامه مزيان ما عندي حتى شي مشكل، العائله دابا باقي كاملين كينقروا كيقولوا لي زيدي شي وليد ولا بنيه. انا ما نكذبش عليكم جاتني شويه قاصحه انني نولد هاد الساعه حيت كنشوف راسي مازال ما مكافياش حتى مع هاد البنيه، اليوم جيت نعاود لكم قصي باش نقول لكم ان بعض المرات الحيله كتكون احسن من الاخر. انا جلست ارتاحيت شويه وفي نفس الوقت ربيت الراجل وخليته يعرف بالقيمه ديال الخدمه، اليوم ما بقاش كيقول لي احقا وغير جلسي، هذيك غير جلسي ما بقاش كيقولها نهائيا حيت غيقولها لي غنقول له انت ما قدرتيش عليا كيفاش بغيتيني نجلس وانا هز عليك المصروف، على الاقل ولا كيعرف انني انا هز عليه المصروف ديال الدار معاوناه وهو راه كيصرف ماشي ما كيصرفش، ولكن يد وحده ما كتصفقش باش تخلص الطريطه ديال الطوموبيل تخلص الكرا ديال الدار تخلص المصاريف الماكله والشراب، يعني بزاف ديال المصاريف، وهاد العام دابا راه البنيه دخلات كتقرا يعني وسيري قريها بزاف الفلوس، شكون اللي غيخلص هادشي كامل؟ ها العيد الكبير ها المدرسه ها العطله الصيفيه ها القريله الكحله، راكم عارفين الزمان صعيب بزاف وباغي العوين وباغي العوين في الزنقه وباغي حتى في الدار. اليوم الحمد لله راجلي تربى، انا كندير داكشي اللي قاده به، الصابون هو اللي مكلف به، هو اللي كيقاد الماكينات الصابون وماكينات الماعن هو اللي كيقادهم، هادو ما فيهم لا الا ولا حتى
حيت غير كي قالت الحوايج وكيدير الصابون عاوتاني فاش كيسالي كيهزهم وكينشرب، حنا كنشربو غير في الباركه، عاوتاني المعان كيستفهم وكيحيدهم. انا كنطيب كندير داكشي اللي غندير، الخبز بعض المرات كنشريه من الزنقه قليل هكا الا عشت في الدار، والراجل مرتاح وعاجبو الحال. اليوم شاركت معكم قصي باش اولا تاخذوا منها العبره، وما عمركم ما تمشيو للار، دائما سبقوا الحيله. وثانيا بغيت نوجه تحيه للمراه العامله، وطبعا حتى المراه اللي جالسه في الدار، ولكن خاصه اليوم بغيت نوجه تحيه للمراه العامله بحكم انني انا امراه عامله. صراحه داكشي اللي كديروا ماشي سهل، تحيه لكم كبيره. الحاجه الوحيده اللي نقدر نوصيكم انا بها هي ما عمركم ما تنقصوا من داكشي اللي كديروا. كديروا واحد الخدمه اللي عظيمه، انك تخدمي في الزنقه وتجي تخدمي في الدار وتربي الوليدات وتكبريهم وتطيبي وتسيقي، ماشي سهل ديري هادشي كامل. والراجل خاصو يحترم هادشي، ماشي يطيح منه، حيت انا حاسه وعارفه مزيان فاش الراجل كيطيح منك كتولي كتحسي انك ما كديري حتى شي حاجه، وكتحسي بواحد التأنيب الضمير، وكتعيشي في واحد الجو اللي خايب بزاف. الغزاله ديالي هنا سالت القصه ديالنا. ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما تخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.